أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال جماعة منهم الإمام فخر الدين في فبما رحمة من الله إنها للاستفهام التعجبي. درس 265 جل درس كان شرحي مغني اللبيب قسما لما استفهام بو وقت لدرسي بيج دابا اصلا كلك تبعتي حالي ما استفهامي وايا كاتيك هو مجرور بيبا حرف جر وكوبا اصلا كل حذف ما كدك هم بشوي لفسن بشوي نصين استي سبارت بو ك بمشي ويا پیش دا بحثی کرد که زمخشری لشوه نگر لکشاف داره جائز و حرف جاری لسر بیو محکوه مینه و لشوه نکشه داره حسب نکدنی ما وقتی مجروبه به حرف جار اشتکنه لباره او که بحثی تنقوبه کمان کرد باشه پشن داره جماعتک لزنان و توی انه البون مونه ایمان فخر الدین او بحثی ان بحثه من بابته من کرد گلی بیتام بلا قواعد العراب ده طبيعةً أو بلم بيجدا أمشتي كإمام فخر الدين بحثي دي دكات ديالا رأيكي كي فرموك طبيعةً أو ما ليودا ما يزايدة لبيت بلان دل دكري أمج ببيت بلان حسب ظاهر أمشتي كلير دا أم ديلي بواري معنايا إنا بواري عرابنيا جا هلبتا إمام فخر الدين بلن كسي كي صرف لغوي نبوه طبيعه مفصل و او اندجيكو بيجيكي جوري ولا تفسير ده مثلا كسيكي وكو بلاين وكو الاخوار قفالي كبيره و كمفسر كي قدار بو يعني زور بتوانا بو واقعا كسيوكي ما فخر الدين نابينين لتفسير ده وبو هركات الا بالنسبه لاهل تفسير وقلت له قال الامام بمطلقي ببي قيد ما بس به فخر الدين الرازي خويا الرازي وطبيعة خو كسب لغي زاني و چونك شرحك مفصل إذا مخشري كردو وابزام المحصل في شرح المفصل وتنانكتبك هي لعلم بيان دا نهاية الإيجاز أو كرت كراوي الدلال الإيجازي إمام عبد القاهر الجرجاني خو الدرجات عاليكا بلهم يكشت هي لركان دا لگر آواز که من فخر دین جیگو پیکی جوریه لهم علم کند، بلام زنایی که او ابن هیشام جوری کسکان نگیره. هندل زنان یعنی دتوان بلام نریتی که زو سقطیان هیا. مثلا لجیر تیشکی جوری زنان دتوان او. مثلا خوای گوره وای کدو هر بشر اکتو دایدنه جگده پیغمبران علیهم الصلاوات و السلام با هم اصابه دکن و خطع دکن بلان واقعا هم دیزانه هن وانه روانن این سبحان الله مثلا تو تماشا که کسی واهیا من دیتو ما مثلا محب ابن تیمیه بابا رحمت به اصلا حای دیگو شیخ الاسلام و شیخ الاسلام و بو هم مشتخر شیخ الاسلام یعنی العیاذ بالله و که پیغمبری لیا کده بو چون مسلمانی کی بلین پابند بدین ملتزم بدین بو هر شتک آیاتی دکات بالغیا فرموده پیامبر همش که ایده کردیم بابا و کاری تو غلطه بله کتیم خو من اینکاری جیگو پیگ ابن تیمیه نکم که دیار واقعا موسوعیه ولع علوم کان دا علم دا بلان ایت تو وایلیم که ایت هر او هر او هر اما غلطه همش چی غلطه نه به وابد جابي مثلا يسي خلكان كما قال يا ام امام فخر الدين دي انت دفاعي لذي انا ما بجي دفاعنيه ام امام فخر الدين فرازي فرمتي لباري معناه ودكيد معناه جوانيا بيت بلا ناب لبواري قواعد وناخب يعني تدري بقبولك جاء امام فخر الدين بيرى هالكسيب قال له تشتكي قبول نبو قبول نبو ايه جاء بابتي نزل بحثك وقال الامام فخر الدين وقال جماعه منهم الامام فخر الدين كمال لزانان وتويانا البون منلنا وان دائما فخر الدين الرازي برحمت بن يا ربي فرميانا لكي في فبما رحمة من الله لم آتي سورة آل عمران دا فرميانا إنها ما للإستفهام التعجب وإستفهام التعجبية آها أي في بأي رحمة
بمعنى فيما رحمه من الله الترم يعني أتوبت رحمته بزيك و كلا إخوة بدرا وأوتش رحمتك اللي تداها يا أوتش بزيك اللي تداها يا تو نرمونيام بويتو خلق خد آوى شيرين أو خلق لدوري خد كوكدو تاني باشا عادة أمي أم بزرقوالة دي فرمي أقابيلين توجيكين آوى يا خوي آوى دل من أطل تفسيرك يمنية بداخل بلان لشوانك بويقرام كنقلان كدبو دل وهو ناجز أن يكون مستفاما للتعجبي للتعجبي ليرا دا لما أتدى دروس ما استفهام به بما بس تعجب تقديره فبأي رحمة من الله اللي انت لهم أبش باشان دلو ذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم إنه ما أظهر ألبت تغليظا في القول ولا خشنا في الكلام علموا أن هذه لا يتأتى إلا بتأييد رباني وتفسيد إلهي أما ديار أم قصى قصي خلكانك كخواي قولا نقلي دكات وكات أعود بيت خواي قولا وكو استفهام ببرسي وبوسر سربان نعم شوك العبارة كذا لا دلالة لبلا وجناتي دشبركاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام بول من أهل قريش شوك أم آتا للسياق للسورة آل عمران داو للسياق أو آتا نداك بحث لغزو أحدك باشا طلع لك لبلا ولكاتك لبلا وجناتي أو لكاتك جوربو وعلى رغم جوري جناتي أم بيغمبر إخوة لقسو تاريدا ولا قفتاريدا تند تيجي وخشونتك مرتكب نبو بيغمبري خواني يعني خصي زبري بدم دانهات باشا وقت جنات اوان اوه قولو بيغمبر اوه خلقو خوي نرمونيان بو زانيان كاكاك اما واقعا كاري انسانك عدينيا مقر انسانك تأييده رباني لفجبه باشا وتقويتك الهي لفجبه ايوان وأمجك تعجبين أما الإنساني أساي داشتي وناتزه وهو إنساني أساي زلي كلي دي شقك تي الله ده شقك تي الله بقران قاتك داشكين قاتك بشكين داتكوجه يعني كان قاتي تو كان برابري تو داشت دوسته تو بلا أما كسك أو هم جناتان در حق دو إستج أبم شو نرمونيانا ديار أما بشتوانيك إخوائي لقل دايا تقويتك إلهي لقل دايا وضل أما جيكي تعجبه بويا ليه دالي وكواف قتراف بأي رحمة من الله لنت لهم وباشا إما فرحين دالي وهذا هو الأصل عندي دالي أما شاكت للاي من أما بيك يعني شاكت دا بيكي لاي من لوي كبلا ما كبو زائديو لبيني حرف جر مجرك الأقلال يقول بيك عام علماء إعراب دالي وكواف قلت أمي إمام فخر الدين لبواري معنا وشتكي جوانا والله كاز ناتواني بقولي كردي لاي خو ماندلن دخل كي لاي مدان مثلا كاز ناتواني عيبين دالن كاز ناتواني رهني دي بقلي نازم لتشيو هاتوا تحزا كم كلمة كودي نبي بران يعني دار كاز ناتواني رهني دي بقلي يعني كاز ناتواني إيرادي دي بقلي اعتراضي دي بقلي باشا أما وائل باري معناه بران وقان اويك ابن هشام بحثيكا لردان اوه ناكريه ناكده تو أمي ابن شام لردي أمي إمام فخر الدين الديلة دستي كمي بقري جوينة ديتيا لبالها وشنك معناه كأما اشتكيتن شوك أما اللبابي بينجا بابد قالك ما مبودة نتبشي ابن هشام ككاري كمن فقل لم ابن هشام بيقيشتم أو هم كتبهم كندو تواني فقل لم ابن هشام يا أمشتم سلم لدري بيقيشتم كآوا سلي لشكتم لا يعني إعراب بتنيا بولك دانوا كافينيا لاني معناش ببي إعراب نا إعرابي بمعنى بكاردين نا معناي بإعراب بكاردين للي دانوي لا دبي هم بواري إعرابك قنجاو بيت وهم بواري معناك قنجاو بيت يكيان بتنيا قنجاو بي أو كي كان فراموش كيتو بجوخي نابت أما إمام فخر نازل أشكالي تدا كالبواري قواعدي إعرابوا لبواري قواعدي لغوا بالبشتي أمر إيناكينا والله بدا حتى بلشتي جوانا لا معنى دا إيه دفر ما ويرده ردي أم وش دكاته وردي أم قول دكاته يعني وشكا ليلة دكاته كذا لو قال سواه قولك لا قولي
لقالي دردت كأجاب قولي بليانه أم قول أم وتردد ذاته وتردد ذاته ثبوت فاعل يردها هاك أو زميرها مفعول كيت فيش كتوها رد أم قول إمام فخر الدين ذاته وتسي ثبوت الألف صعب البني ألفك أتونك لمصحف إمام دا أو ألف بماك وص حياة وصل كلا حالك هاوشيوي أم مايا وقت ما استفهام به حرف جري لسر به لقرآن ده همانا هل مصحف إمام ده الفك لك لا بتواني ده خير لهن لشان لك لا بتواني لما عند لك لتواني أما بخي ناتواني جوابي وش تودي حرت وجيه كي بوكي ناكلت لاني كما كي أجر زور 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 بوانك امتيازك دين بما فخر الدين ده تواني بلين ثبوتي الفكا وقت ما كما جرور بيت بحرف جر قليلة يا شعزة ديخو أوش تخليجي قرآني لسر ناكرت تقدر كان آواء سابقا زور تاك يكم دلي ويرد ثبوت الألفي أما ردي أو قولة دا تواني أو كألفك هيا دو وأن خفل رحمة حينئذ لا تجه أن خفل أما النوصي لكي يعني اسم خبرك لمحل رفعا مرفوع عطف موصل ثبوت يعني ويرد ثبوت ويرده كون خفل رحمة أبم شوية حينئذ لا يتجه أما ردد ذاته دليل دوامك مجرور بوني وشي رحمة لم ناوان دادا حينئذ أو كاتا كما ما استفهامي بباك مجرور به لا يتجه متجهني يعني اشتيكي منطقينية اشتيكا دليلينية اشتيكا بلغيني لوقت باشا يعني متجه نبوني جر رحمتي او كاتا خويجي قصية متجه نابت متجه نابت يعني مقبولنيا دروزنيا او ماكا اسمي مجرورة بحرف جرك اي رحمة بشي مجرورة رحمة اگر بلي والله قربان دبي عادة دبي بلي مثلا يا بدل لماي ايوانيا يا بدل لماي أيوانيا يا بلي عطف بيانا يا بلي مضاف إليه يا حتى أمانة جورنا إن عادة يا دبي بلي بدل لماك يا دبي بلي عطف بيانا بوي يا دبي بلي مثلا مضاف إليه يا بوماك صفة جوا كناكلت باشا يعني توبو مجرور بوني رحمتي لحر درقايك دي ولا من نادرته بيكي تصيفد نابه بيكي تبدل نابه بيكي تعطف بيان نابه بيكي تمضاف إليه بما كان نابت اي تشارج امام فخر الدين وفرميت اي تشارج تهيج والله باشا جامد دليلي مجرور نبونك عمدة بدو دليل زاهنا رتي دكاتواني الله أعلم وادر ذكبت ظاهرا بدو دليل رتي دكاتواني يكميان بوني ألفك صابت بوني ألفك ردي استفهام بوني ما كده كاتواني دوش مجرور بوني رحمتي ردي استفهام بوني ما كده كاتواني رقانيا دي أوجا أو كاتبو لأنها لبروي ما لا تكون بدلا مما إذ المبدل من اسم الاستفهام يجب اقتران بهمزة الاستفهام نحو ما صنعت خيرا أم شرعوا إلى شونك أبس وقعديك قعديك لم قعدنا تمعي لي لدي بسم الله دي قد كان برزان يكون ناكل ناتواني بلا والله رحمة بدل لما بو أني دليلي أو كان مجرور بوني رحمتي متجهنية يعني مقبولنية منطقينية لبر أو قبلي بدلنا بتبدل بو لبر أو ما لبر أو لبر أو نابي تبدل لما بو لبر أو أو اسمي كبدل لاسمي استفهام والله نوك رحمة كبدل بل لما كما استفهام يجب اقتران بمنزل استفهامي مبدل منك وقت اسمي استفهام به بدل لو اسمي استفهام مبدلك بدلك دبي مقرون بهمزة استفهام وكوشون ما صنعت تذكر دوا أخيرا نمشر وقت خيرا كبدل لما كبوية منصوبة شون كما كمحلا منصوبة في البي صنعته
وقت خيران بدل لماك واجب للسري أو همزة استفهام البيت تيري بقى بقوت لها مثلا بونمونا فبما رحمة من الله اشتكى وبعدها تك أوناتوا أو اللهني بدل لي بقدر ببدلنا أخوة باشا احزر تاك وباشا ولأن من نكرة الواقعة في غير الاستفهام والشرط لا تستغني عن الوصف إلا في باب التعجب ونعمة وبئس وفي نحو قول إني مما أن أفعل على خلاف فيهن وقد مر باشا وأملي أن ما يش عدفي بشيخه مكام عدف بوصر ولأنما أما عدف بوصر إذ المبدل أما التي ديوم بويك لردا ناكل ببيت بدل باشا لبر أو واجبوني وصف واجبوني وصف مانع لبدل بون جاوب دلي لبر أو ما ينكرا أو ما يكسفتي وينكرا وقعد بماك لغير استفهام شرط يعني وكوشات استفهام بكارنايا أو ما لا تستغني عن الوصف لا وصف ناكل بينياز بيدا بيو وصف ببيت مجر لدباب تعجب نعمو بإسدا ولويني أو إني مما أن أفعلها على خلاف فيهن وقد مر كلو فيش باس كلا عادة نوا لتندر سيلو فيش دابوا أزان باس ما كلك فرمي والتامتو أهان نكيري تامة تقع في سلاسة أبواب يكيمن أحد التعجب أيوانيا إزو تساكا أوكي خلافي تدابو أخفشتي ذكر ما تامة بيت ماي موصولة بيت ماي نكري موصفة بيت باشا دون فرمي لبابي نعمه بإسادة وكو غسلت وغسل النعمة مثلا سيهم يان وفرمي اختي كما بستي أن مبالغة بيت لخبر دان لكسك بوك أو كسا إشي كي زور دكايا إشي كي زوري كدوا مثلا دلا إن زيدا أبو شوي تاولي ولبر أوا ما يكنكريا وواقعد بيت لغير استفهام شرطة ناكلي بين يازب للوصف باشا ناكلي بين يازب مقر لدو بابي تعجب ونعمو بإسو أوانا دا زور تشاكا دي أما مايا ليركان دا باستفهام ناخوة شوكا قبي كينا استفهام دبي بلين رحمة بدل لي ناكلي ببيت بدل لي أيوانيا وأمجا أجر بلين دي رحمتي دكين الصفة بوي حر ناكريت لبر أوا ما يك بلين فرزا نكيدة دبي لغير استفهام مشتاري أو ناكري بين ياز بيلا وصف يعني مش وصفي دبيت مجر لم سيشون دا لدو بابي تعجبو فعلي مدح زما ولو يعني أم إني مما أنا فعلا كباس بانكر وقتي بو بحثي أو ديتا بيشو تسبي دلن بو بحثي شلون أبو أواك؟ بو بحثي مبالغة كده هاتا بيشوان اللي هذا بس ما كير ده وقد مرة وكلو بيش بس كلا كفرمي هو تم متنية يقف في سلسلة من كبس ما كير أما أو لأنها لا تكون بدلا مما بو إذا المبدل ولأن من نكرت الواقعة في غير سامشتي لا تغنسوي ناب كلا تبيت بدل ولبر أو تشونك أوي بدل بلا استفهام ده بمقربة همزة استفهام أو كواني اللي هذا ولبر أوش أو مايي أو مايي كوا عرزي براي خوما كم دبيت نكلا وبشيوي غير استفهام الشرد يعني نما استفهام نما شرطة ديخو أقل أبيان بي أوش ناكلت بينياز بي لوصف مقل لم سنشوين دا لبابي تعجبو نعمو بيسو أمان دا كأقل أوش داينين أما هيس كام لوانانيا زور تشاكا وباشان ولا عطف بيان وناشكري أم رحمتا عطف بيان بيت أما عطف بصر بدلا لأنها لا تكون بدلا لأنها لا تكون عطف بيان جري رحمتي متجهني مقبولني شو كنا بيت بدل ناجبة عطف بيان ناجبة عطف بيان إيه زور تشاكا بو نابت عطف بيان لهذا إشارة بو دليل دوهم كأيش أبو كفر من ماينا كرا أتاودتي بينياز نابي لوصف ديناك لتو حملك يتسر عطف بيان
أما أول لأن ما الاستفهام لا تصفوه أي تاوليتي أم جاء لبر أوش ما استفهامية لا تصفوه أو لأن ما يعطف بسر لهذا لهذا ولأن ولا عطف بانين بو لأن ما الاستفهام ما استفهامية لا توصفوا وما لا يوصفوا كالضمير لا يعطف على ثبان جوكا ما استفهامي نابت موصوف وناجبت الصفات وكو زمير شون زمير ندبت موصوف ندبت الصفات أم جوا دي هرشتك وكو زمير نبت موصوف ونبت الصفات لا يعطف على عطف بياني وكو عطف بيان بكارنا عطفي بوصل ناكلت وكو عطف بيان طاو أماش ناكلت دي لو لا شو ولا مضافا إليه أو هل عطف بوصل بدلا يعني وأن خفل رحمة حينئذ لا يتجه لأنها لا تكون بدلا لأنها لا يكون مضافا شو كناكل بكيت مضاف إليه إتشاو التي إيزو الباشا يعني بكيت مضاف إليه بوماكي إتشاو لي شنك لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والموصولات لا يضاف من غير أي باتفاق لبل أوى يعني ناكل يد رحمة لآتك دا مضاف إليه به ظاهرا واددك لو تقديري جنابي فخر الدين رازي كذا لفبي أي رحمة لتقديري معنى كيدا أما تقديري أعرابي تقديري معنى فبي أي رحمة أو دقينتك الرحمة واقعا مضاف إليه تبي مضاف إليه أي وكبيت وادر ذاك يعني كظاهرا ويا كذلك فبأي رحمة من الله دما واد جانك رحمة ببيت مضاف إليه بو معك أجدل ناب كليت بو چونك اسم استفهام واسم شرط و أو اسمان استفهام اسم الشرط كان موصول كان إذا فناك منها نلا موصولات نلا أسماء الاسم نلا أسماء الشرط جقل أيو أيو بو استفهام به بو شرط به بو موصول به إضافة كتبت باتفاقين باتفاق وكم في الاستفهام عند الزجاجي كم استفهام يش لا الزجاج وكو خير من لو كش إضافة كتبت باشا وكو دلي نحو بكم درهمين اشتريتا بلا الزجاج والدرهم وكو تميزي كم كمجرورة بإضافة كمي ككراو بلو درهمي مجرورة بلام والصحيح أن جره بمن محذوفة أجا قول صحيح الدوية جري إي عرزي بلا يخون كم إي كمكا إي البتاء أنك عرزي بلا يخون كم بلا نحو بكم درهم اشتريتا دلو لكم الاستفهام دا لا يزجاز وكو بكم درهم اشتريتا أما لا يدى شيء لسال أما كمكا كمجرورة وشي شنيا وهيج بلان درهم كم أساسا كمي ولا إضافة كده جدل الصحيح أو كأم جرى درهمي بمينك محذوفة لبر أو تميزي كمي استفهامية مني زور دتش تسر هر أو دبيت بنمايك أصلك بوشي بوويك درهم هربا مينك مقدرة بيت مجرور بيت زور بتشي إيه وقتك أم بحث أو حتى بيش وكا لا درسي بيش داخل من ويجب حصف ألف ما الاستفهامية إذا جرت إبقاء الفتحة دليل عليها أنه فيما إلى ما على ما أبن شوية أما ردي قصكي ما فخدين رازي دلائيو بلان لأن دا بحثي كده ده بيشاوا إما ما زامان هي قلبي تعمل اكتبه كان يخوار الشيخ من دمعنا وكو اسمي موصول زاي اسمي إشارة وقت ما استفهامي دا قل دابت وكو زاكا وكو موصول بكارده ما كانت وكو استفهام بكارده دي لبيدا دبيني ماذا لقرآن جدا كهاتو ماذا أو ما يكلقل زايت هاتو زاوكو اسم موصول نقوكو يشعر وما جوكو اسم استفهام طبيعة ندا أو ألفا حزب نبوة أما يقصك ألفا كحزب نبوة أو كبحثي واجبوني حسفي ألفي ما استفهامي كلا وقت مجرور بيت أما رجع خوش دكا بو إيما وبو جنابي مستنف بتايب الرحمه الله كا أي أجد ما تركيب لغل زادا أي واقعا أو ألفا حذف ذكره يا ألفا كدمين دتواني أي واقعا ما لكاتك فقط حرف جري لسربي ألفا كيدروا يا أجد لغل زاج دابي ألفا كيدروا
أو شويش استطرادي يعني مناسبات حاصل بوا زمينة رخصة ولا بار بوا بوي تازا أم بابتشي لقل دا تيكالكاد أم بابتش بنا كبابتكي بيني هاد مفيدة وجي سودة بإن شاء الله. وإذا ركبت ما الاستفهامية مع ذا لم تعزف حركاتك ما استفهامي لقل زادة تركبو حسفي لم تعزف ألفوها حسفي ألفي ما استفهامي نكرت وكو نحو لماذا جئت باشا لماذا جئت يا حتى ماذا أنزل ربكم لقلان جدعته علمك ألفك لماذا جئت أو ألفك حزبناك بو دلال أن ألفها قد صارت حشوة لبر أو ألفي ماك بتركبوني لقل زادا شو توسطها حشوة باشا يعني شو توسطها إمامي زركشي برحمد بيدا فرمي جنابي ابن الجني هذا رحمتي لي بيه فرميتي حقي حذف أويل قراغه بلا تلفه بنقل وسطه دلت شونك تلفي هشتيك لا واسترا لوسطك ولا سرتك خويق أهم آتدك على الدليل لبواري معناته نقل قاعدة ها ألم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها لا قراغ كان يولي كم لك وتقراغ رخصاوة بو ضعيف ولاوازي باشا جابوا يدلي إما إعلال بشيوي حذف نابينين ما قال لقراغه إيه فتشاكا باشا جادلا مثلا بو نمونا حصفي فأرفل لينكدوه لما الصركان دا مثلا لو عدد دلي عدة لا وزن يزين دلا زينة وهب مثلا مسرك دلا هبة تعودتي حص لا مثلا بونمونا شوف دلا لا أطرافك وكذا أطرافك ما بس في أول وآخر كذي شوية قوية وسطك كذي يعني كدلا حق حذف أول أطرافه وبيه لبر أو ترى في هرشتك قراغي هرشتك لدلو وسطك قوي ترى لدلو وسطك عرضي بلا أخوانكم عفو ضعيف ترى لا وسط ترى قدو قراغي هي هر كلمة يكم أول دواي آخر الله بزوري لأول حذفنا بي بزوري لأخر كحذف بلا هشوكو معنا لأول وحذف بوا أوش أو يا مثلا لا مفيل ليد لفم لدم لأخر حذف ذكا أعوى تعوليتي وبكمي إما دبينين مثلا حذف لعين الفعل لا بكرد ما قد به كارك أنا أبمشيو بلان من مجال من أبو تماشابكم أو نسخي كهمئي صحيح مسلم بلان دمامين اشتيك دلالي لصحيح مسلم دا لبحث حديث كعب كوري مالك دا إيش لو سي صحابي خوادر ذاتان علي كاليان خوش بيتك بو شاري تبوغ نروشت طبقا السل قزشتين لصوري توبة دا هاتو خيقل باسي كدن وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا أو لحديث كابي كوري مالي دا أواد لدل فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي دل لكاتك بيم جيش أو هوالك بيغمبر يحوصان توجه قافلا أولا حالتي قرانا ودع دقرت أبو مدينة لتبوك حضرني همي هم غم بودروز بو دي أمجا تبكم تنكم وتفقت أتذكر الكذبة شروع أمك دستم بيكر درو أوانم دينا بيريخو متدرو أبكم بوي نزاتم بي باشا وأقول بماذا أخرج من سخطي يا أخرج أخرجوا بلا الله ولا مسح تربية حتى من نظم كتابكم للانيا بماذا أخرجوا من سخطه أخرجوا الله أعلم درس تربية باشا دم قول لدري خوم دا بتشتق لتوري في غنبري خوا بما دري نجاتم به أوانيك منافق من هاتن هل يكدروا كان سرهم كردو
پیغمبری خواه فرمی برون و سرائیل و نهینی کان تنده دمه دست خواهی گوره بلان ام که هد فرمی برو حتا خواهی گوره لبارتو حکم دکه لگل او جوانه که جالی را دا حتو بجی او بلا بماذا اخرجو بماذا اخرجو حصفی فکر کرا پیت شوانه اما دوایا جاء البت أم نسخة لا يدمع مني وجن نازم لهم نسخة كان صحيح مسلم دهات ويانا بمشي ويانا مجال نازان خو أجر استي بتنبيه أنا والله نسخة كي معتمد مها لا صحيح مسلم يقل حسبهم بهندل استي أرسل لك أم بعد هذا بحثك بكامل يمكن إن شاء الله الرحمن جاء وأجر وابيت مجالي قسيك من دبي لسري باب سند أخو إن شاء الله أوم لبيل لصحيح مسلم دا قال لا تانا لكتابي توبة دا يا الله أعلم لبيدا أم حديثها توا وأظانم كتابي توبة كتابي توبة خوزقا ومدوزيايا أقريش نمدوزيا إن شاء الله دي دواتر خوا لطفي ببيت إن شاء الله دواتر شديد وزمان بلان نزام بو أما برقي أما طعام أشربه باشان أما لباس الزينة استئذان أدبو عرضي خوش ويستان كم دي بعدم كلهم أخيرانا دابو لا حول ولا قوة إلا بالله أما فضائل أما بر صلة وآداء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار أو توت القاتل شو هذا صدق تابين شو بقى شو هذا بريك شو هذا زرت إن شاء الله ليدوز ما نزل أما نسخة كا معتمد ببلدك لعبة أم زر زرم لك والله خديت خلا هرسانكم حديث توكما صاحبيه سيصفتا بينج سيصطو حفتا بينج زباش عرستان كم زور بجي فاشان فاشان فلما بلغني أويتا أبتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي ليردا أو إدما من همهاتوا باش باشان فتفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخاتي بل بما ليردا بما هاتوا لم نسخدا أو من بما أخرج من سخاته جابويا أو نابت إشكالو قرفت ديارة أو نسخي للاي جناب دماميني بوا مرحمة به بماذا أخرج من سخطه جاء أقر وابه أو من قبيل شواذة باشا وش هذا إشكال دينا بلان أم نسخي من كهما بما أخرج من سخطه أو نسخي كمان هما شواذة بانزة برقية وتنانت وها نسرا وطالما تبعيك تحقيق كلاوة بو يكم جار لسروي زيادة لسي مخطوطة اشتيشي كم نية لواقع بو لو نسخي من دا نبو اوه ايه دي باشا الحمد لله كنبو بلان ديارة لو نسخي دماميني هيا شوك اختلاف نسخ زورة وطبيعية جا اقر وابيت او شازة جا بو يكتم داخل المجدوانة زوجته وش خدمتك بابو حديثك كلمان خالمان وربك جدي يا ربي
اما ابو بقى او قاعديك كاويا قاعدون بون بدو قاعده سهم مقصى كان مثلا قاعده كم متاسه هي كم قاعده او كاكا ما استفهاميه وقت مجرور بحرف جر حذف الفكيكت بلان هل او ما استفهاميه وقت التركيب ذكرت عاده للتركيب كردن دا لقب بعد حذف الفكيكت لما قاعده دو باشا جاء امزه ابن هشام امر يخرج ذكر ابو دفرمتي برحمه بي فرمي وهذا فصل عقدته لماذا أما فصلك قريم داو بستوم أم فصلا بو ماذا ماذا أو كريو دا ألفك ما وتواني لقل ذاكيك وتركيب بو اعلم أمزا دالا بزانا أنها تأتي في العربية العرجين تازا كباسي ألفيها أما استفهامي كراوا أما الرقاي خوش كدو بوي كهل أصلا بو ما باسي ماذا بك ماذا بچه جوريك و بچه شويك للغة العرب داتو أفرمي قربان تام أفرمي أحدها أفرمي أعلم توبزان أنها ماذا تأتي في العربة الأوجهين لزباني عربي دا بچن جوردي أقر لبير تماشا بكم أوجو الشش جوردي شش جوردي يعني ماذا كديت شش جورة شش شوية تقدر كان أبتان لبير شش جورة شش شوية باشا أحد أن تكون مستفهاما وذا إشارة يكم يعني أو يكاكا كما استفهام يبيت أي باشا وذا تبيت اسم إشارة بيت إيه وكو ماذا التواني تواني مستري توانايا توانا توانا في الأمريان يعني قصر في كوتاي تياكر تغليت يا داكر بكردي مستري بابي تفاعلة باشا ريشكي لوني وني معتل الفاء ولاما كبيرا لفي في مفروق شوك فعل في اللام في لك حرف إلي واو نوني وني عرض بلاي خونكم وني الأصلا بمعنى ضعف السستي والعوازية بلان ليلة دا كذا لي ما ماذا التواني آها عرض بلاي خونكم يعني بوتي لو إشدا أو تردد بوتي يعني او تقصير كمو كرتي وكوتاهي لو اشدا قبل مثلا دست فيكو بوتي او بوتي مترددي باشا ديو ماذا او ما عرض بلاخونكم زا اسم اشارة دبيو خبر دبيو ماكا كما استفهامي مبتدا دبيو طبيعة والله امره بالعكس يعني كتبتو انا ما خبري مقدمة ذا مبتدا مؤخرة باشا يعني ذا او كاتا ماذا يعني اي شيء بمعنى اي شيء دبيو أما ذا تانيني مثلا أي شيء هذا التواني أم تواني تشتيك بو أوايا أتاولتي أما كهاتوا إذو تاك أما بلانقصك همو لسلو بو كما كلا قلزالة تركيبو حصف الفكي ناكلتك وكل يدا نكراو إذو الباشا باشا والثاني دو همدانا لماذا أن تكون مستفهاما وزام وصولة ما استفهام بهروكو وشي أولك كوتي ما استفهاما ما استفهاما أما جوكو أولك ما كما استفهام يبي بلام للاجه وزام وصولة زاكا موصول بي. أما ما لألف يدا شرح كان لف يدا خوين دوا لكتب كاني نحو كاني كدا خوين دوا كما زا لموصولات عامة زاي اسم إشارة لقل ما يا من دا وقت يقديت استوانك موصولي وموصولي عامة آوة كقولي لبيدين رضي الله عنه وقولي لبيدي شاعري صحابي خداي لرازي بدي يا ربي كده فرمي ألا تسألون المرأة ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل أتاولتي أما كبين سر أم شعرة أرسان كم بله أما الكتابة كاني كجا زور دا هاتوا عرستان كم دقيقا بعرستان كم دالة معنى كي واضحة دالة أو بو لو بيا ونا برسن ماذا يحالو هولي تشي دا يعني لم دنيا دا بتشي وخوي سرقال كدو خلي كتشي أنا بابا أنا حب فيقضى أم ضلال وباطل سعودتي أنحب فيقضى أم ضلال وباطل
آیا مگر ئەم دنیایە ئەوەی کە ئەم هەوڵی بۆ دەدا بەو شێوە ماوەیەک و مدەتێک نییە یا ئەم لە گومڕاهی و بەتاڵەتدایە؟ ئەوە ئەلا ئەو بۆ تەحضیڵە تەسئەلانی فێلی مودارعە قوربانەوە ئەلفەکە فاعیلەکەیەتی ئەلمەڕە مەفعولبیەکەیەتی ئێزە باشە ماذا ما ماي موصولة ومحل مرفوع مبتدأ ما عفوا اسمي صفة ومحل مرفوع مبتدأ زا موصول أنا الذي محل مرفوع خبر مبتدأ أم جملة دبتها مفعول به دوم بوتي بو تسأل عن جملة مادة سالة دبتها فعل دوم مفعول يحاول فعل مضارعة ضمير كتشة بو مرة أم جملة فعلية محل إعراب نشوف كسيلة موصولة كيا همزة كام زي استفهامة نحب بدل التي لما ما يسفاميك بوج حمزة يسفامات وتلو سلا وقاعدة كي يسخون ما أم جاء فاءك فأي سببية يقضى فعلي مضارعة منصوبة بأنك مقدرة لتقدير ده شنك أخليك ألف وري ناقلت نسبة وري ناقلت فاعلك يتشتوب ونحبي أم أنا لقل فعلك يا لتأولي مصدى عطف بن فاء بوصر نحبي ضلال أما كامي حرف عطف ضلال عطف بوصل نحبي باطل عطف بوصل ضلالي أما عزيزي بلاي أخوكم كم شاهد يكال لسال أويا لسما زا يحاولوها كالير دا زا لقل ما دا كتركيبوها ما ما يسفهمية زا موصولة أما شاهد يكال دا أمجا أوش بلم وكو زيادة للسروي إعرابك عرزم كدن نحبون كبدل لما أما بدل تفصيلي في ظلن دليل للسروي كما كان محل مرفوع ماشا يخلاجكو عرزم كدن منصوبة تقديري أنت شو كم جواب استفهامة لجواب استفهام دا منصوبة بمضارع لجواب فاء وبتقديري أن فعشان تسألاني خطابة بودو بلفز بيعتبر بلا بمعنى ما بزي كيكا أمش عادتي عربة وقت جاري ومخاطبة كان يكيكا بس يغي تسنية قصير قال حتى القرآن جدا أما هاتوا كذلك وغي قول للسوري وابزان قمر دايا قف دايا القيا في جهنم كل كفن القيا أما تسنية بلفز بلا بمعنى دا مفردة ما بس يعني في تكرار وتأكيدة يعني معنى كي أوي مثلا ألا تسألني يعني أوي تسألني ألا تسألوا ألا تسألوا كذا أبو شيء ويا والله نيشان لا دبيتو أوكي كان دهيلي واني وبجيكي وكو تسني دي هنيكا أو رولي تأكيدة لجرى وتسني دي لأنه تسني حقيقي ليوتا اللي تغلت فما مبتد بدليل إبداله المرفوع منها ما مبتدا لردا لم شعر دا ماذا يحل بدليل أوكا مرفوعك بدليل ببدل هنان لما كاتشي بدليل إبداله المرفوع منها بدليل ببدل هاتني مرفوعك منها التي لماك وذا موصول زاكج موصولة بدليل افتخار الجملة بعده بهو كاري ويكوا عرضی برای خواهم کنم پیوستی هی با او جمله دو خوی که چه که یحاولو اما جنابی دمامینی آوه دلاله اما لازم نکه وابی واجب نیه چون در احتمالی هی مازه همو یک اسم بی مرفوع بی وکو مبتدا یحاول خبر که بید رابطه که حضر کتابی ای یحاولو بید و دلاله یعنی امشتلش عدا درسته بلان ما بلاي هادو احتمالك هادشي اما كدالي ماي موس استفهامي بزا موصولي بتي اوشيان كدالي ما زا هموي عرضي بلاي خواما كم اسم بيت تيغرا اري يك اسم بيت ما بلاي هادو احتمالك اوي كم ما لقل زادا تركيب بو او تركيبي ما زايا كامش يعني بكيت اسمك وقواعد كهيئة للعرب أو كأصل عدم تركيبة وأول شان كي يجي اسم بنا وشتكي زور قوينيا بوي أموتا قويتلا باشا أم دا لو شي دمامينا كدالة حصفي عائدي مبتلا دكري حصفي رابطي مبتلا دكري حصفي رابطي مبتلا أقل شديدة بخلاف يصلا بوي أموتا ابن شام دالة بعيبة
بۆیە تکایە ئەدەم هەمووی زۆر ایراد مەگرێت چونکە ئیرادەکانی بەشێکی بیانوگرتنن بەڕاستی ینی چۆن ئەو ئیرادەمان هەیە لە ئیبن هیشام بیان و بە ئەبو حەیان نەگرێت لە هەندێشە نە بەڕاستی دەمانی ڕێک ئەو ڕێگای ئیبن هیشام ڕۆشتووە هەر ڕێک بەو ڕێگادا ڕۆشتووە زۆر چاکە زۆر بەجێ بەڵە فەمامتون بدلی ئیبدالی مەرفوع ئەم منها منها چێتەوە بۆ ماکە ئیبدالی چێتەوە بۆ مبتەداکە ئەولێتان تێک نەچێت وهو أرجح الوجهين في ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وهو أمان كوا ما كا مبتلى به ومرفوع به أو لو دو وجهك لو ويسألونك ماذا ينفقون داهية قل العفو أو في من رفع العفو أما أرجح دو وجهك لو دو وجهك يعني ظاهرا لو يدا لو آتا لسورة مباركة بقرة داك خليل فرمي ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو جمهور خلينا قل العفو باشا بلان في من رفع العفو لا أوانك عفيا برفع خندتان كما قرأت أبو عمدة قرأت أبو عمدة بن علي بسي العفو هاتوا باشا جا او دو وچه که هن لویدات او دو وچه هن که لویدا لویدا او یک کوا بلین عرضی برای خوما کم او بید کوا العفو که مرفوعا به اعتبار او کماذا چه بید وک او پیش دا ما استفهامی بید زا موصول بید اما ارجحی او دو وچه هنه قد فرمون وكو خوي جورج دفرمي يسألونك ماذا يفقون قل العفو قرأت جمهور قل العفو أو قرأت أبو عمر أي الذي ينفقونه العفو إذ الأصل أن تجاب الاسمية بالاسمية والفعلية بالفعلية باشا جاء أما أي الذي ينفقونه العفو أما تفسير جوابك جاء أول طبعا كان بأيتك بله بله جا لبدا افرمي قل العفو واخرين دراوتاني قل العفو جا افرمي اي الذي ينفقونه العفو اعوى أي الذين ينفقونه العفو أأوان دلك برفع خندرا وتواني أو كما ذا ما إسفان بوزا اسم موصول بيت أو أرجح لو جوشدك بنسبة ما زاي ذكر كراوة أو يقصك أو يقصك باشا إيه زود شاك بحسك أو يا لأن دابزاني داخو أو جوشدشن باشا جناب أبو حيان رحمه الله وقت باسي أودك يسألونك ماذا ينفقون قل العفو باشا ظاهرا الله أعلم جمهور أوكها بأفوان بنسبة خندوتاني ومنصوبة في لك مقدرة وكالمان بوني جاد بلان أبو عمر خندوتي العفو برفعة زورتا كيت أوكاتا باجوايا خبر المبتداك محذوف أو تقديرك تشيشانية لدى تقديرك أي الذي ينفقونه العفو لم تقديري ابن هشام جدا أو العفو خبر المبتداك مرفوع
مبتداك الذي حذفه الذي ينفقونه العفو أما أو أما 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 أول شيء كابن شام ديالي وذلا ذكره وشكيك الزاهد أويا ما عفو بلى ما لمحل رفع مبتدا بذا موصول بك بس ما كر أما بوي كوا أما أول شيء ك بوكو بخوش يدفرمي إذا الأصل أن تجاب الاسم بالاسم والفعل بالفعلية أصل أويا جوابي جملة اسمي باسم بدرته وفعل بفعل بدرته يعني كلي ده فرمي ماذا ينفقون أما برسالك بجملة اسمي كلا شون كما مبتدا ذا خبرك يدي أصل جواب قل العفو يعني الذي ينفقونه العفو أو الجوابي جملة اسمي باسم بدرته إفعل بفعل بدرته باشا أما دقيقا أبو شيوية زور تشاكا جاء أما زاهدا بوب أوا ك ليركان دا بوشي وبيت كبلين برف أدخ من ثواني بلاي أبو عمرو إني أبا مشي وكا باس ما كرت إيه زور زور بجي إيه زور زور بجي بوب أوا العفو برف أدخ من ثواني باشا كبرف أدخ من ديتواني أو كاتا ماكا ماذا ينفقونك أرزنكم ماكا مبتدايا زا موصول أوكو باسمان كرت أما بمشي والجواب السؤال مطابق يكدبل أما وچيشان كأرزحك ودروسي شام ماذا همو اسمي استفهام بيوم منصوبت وكوي بيش دا أن تكون ما استفهاما نانا ماذا هر همو استفهام بيوم منصوبت يعني يك اسم بيت باش أول دواء دي إخوينين الثالثها أن تكون ماذا كله استفهاما على التركيب أبو الشيوية باشا أجال ليرا كندا عرضي بلاي خومكم مطابقة لباري معنى لباري لفظانية جابو ابن شام دفرمي وكو أبو حياني شالي داوي فرمو أرجحك أويا أرجحك أما أرجح شونا كبالي الأفو أخواندري أجاب بعفو خنتو بمرفوعي أي الذي ينفقونه العفو بوب أو ككاك الجان عفو خبر متلاك معزوف كاللسية أو كاتا جملة جوابك الذي ينفقون العفو اسمية جملة سؤالك ماذا ينفقون اسمية إذ الأصل أن تجاب الاسمية بالاسم الفعل أصل أويا جملة اسمية باسمية جواب درت جملة فعل بفعل جواب درت أما أو بلا أقبلي يسألونك ماذا ينفقون ها تاوليتي أمل يركان لدى النخير وقت اسم استفهام بيت أيوانيا اسم استفهام بيت عرضي بلاي خوما كم يعني هر هموي استفهام بيت يعني أختوانا بلا عقيدة باشا أو جورج كلا بلا عقيدة يعني اسمي باسمي نابت أو كواضحة الثالث أن تكون أن يكون ماذا كله استفهاما على التركيب قولي كلمة ذا جيدة سيهم وجه الله وشكاني ماذا أويا ماذا هل هم استفهام بيت على التركيب بناء بتركيب يعني تركيب ما لقل زاد أكرابت بهدو شيئا ببناء استفهام يعني زال إشارة بكيت لو تشي كم دا ما بو استفهام وزابو إشارة بو لو تشي دوهم دا ما هر بو استفهام بو زابو موصول وانا لو تشي دا أن يكون ماذا كله استفهاما حد هر همو يتقرا ما وزاكا تيكالي دكي لقل يكا دبت استفهام على التركيب باشا لسات تركيب زور تشاكا عرضي بلاي خونكم بمشي وجا أو كاتا تركيبك تبعة ديارة چونك لويدا ألفك صابت لغال ماكوكو عرض ما كدن وتناند أقر حرفة رشي تسر ألمشي ودا ماذا وقت بو استفهام بيت أو ألف هر نار ولا وقت أو إشكاتا نبيل ودا كقولك لماذا جئت يعني لأي شيء جئت أبو معناه أو كاتا وقوله يا وقوله يا شي يا خزر تغلب ماذا بال نسوتكم أما الأخوال نسوتي أم بيت إجريرة كوتاك آوية أما السلطة شركة لا يستفقنا إلى الديرين تحنانا اشتكي أبو شوين هاتوا بلا تحنانا با لسر شركة قصب كينو
بله یا آوا هاتوە لێرە دا وانێکی کردو یا خزرە تەغلیبە یا خزرە تەغلیبە ماذا باول نسوتکم لا یستفقن الی الدیرین تحنانە. ئەما زاهرن جەرید هەجوی ئەخلەلی نەسرانی فێ دەکات. ئێ خزر جەمعی ئەخزەرە، یعنی چاوی بچووک، کەسێک کە چاوی بچووک بێ، تەغلیبە هۆزێکە ئێزۆر چاکە. ئەو کاتە دەیر ئەو ماڵەیەکە ڕاهیبەکان خەڵەتی تیا دەگرن، تەحنانیش لە حەنانە بمانە شەوق و عشق و عەلاقە و خۆشەویستیە. یعنی ئەمدا ئاوا دەڵێ دەڵێ ئەی ئەوانەکەوا چاوتان چکۆلەن و خۆرەسەی کەلە کەوا لە خۆزی تەغلیبن، ئەوە چی وای کردووە؟ مازا بەرسەوە وەس ئیژنەکانتان بۆ ئاوا لا یستەفقن ئیلە دەیڕینی. باشە کە ئەوان بڵین ئەوە چی بەسەر ژنەکانتاندا هاتووە، چی بۆ ژنەکانتان هاتووە؟ دەبێژوکەوە لا یستەفقن ئیلە دەیڕینی تەحنانە. باشە لە حاڵەکە کە ئەوان لە شدەتی شەوق و عەلاقەکە بە ئەو دەیرانە هەیانە وەهۆش خۆیان نانەوە. ئیسی جامە دەبێت چی تێدا بێ نازانم، وەڵامە دەبێت شتێکی خراپ ڕووی دا بێ کە بەمشێوە دێڵێ. ئەمە یا حرفی نیدایە خزرا ئەوە منادای منصوبە ئیزافە کرا بەرەو تەغلیب. تەغلیب زۆر بەڵام تەغلیب لەبەر ئەوەی غەیرە منسەریفە جەڕای بە فەتحەیە، چونکە عەلامەتی تێدا لەگەڵ وەزنەر فێل، چونکە لەگەڵ وەزنی فێلی مضارعه. باشا باشا ما زعم اسم استفهام تجرى محل مرفوع مبتدا يا اي باشا اي عرض برخ بالو خبر كيتي اذا فعل نسون نسون اضافه الى نسون اذا فعل ابو زمن كذا مكان اضافه الى كيتي لا لا نافيه يستفقنا عرض برخ ومكان هو عرض برخ ومكان يستفقنا وهوش خوانا انا وشتيش اوا يستفقنا بلين او دبيتا فعل مضارع فاعل كي نونكي چون كبوجا نسي غايبه الى الدارين تعرف حساب تحنانه وك الاخوار ويا باشا. اما او تحنانه او دبيتا وشتي دبيتا مفعول له اجا او كاتا لجاتيشكي او دا معنى كي واضحه لدد دلي يا خزرو يا خزرة تغلبة أي تشاو بچو تشاو تشكولا كاني تغلب أو وزعجنا كانت أن تشيا لا يستفقن إلى الديرين. تشاو لذي وهوش خويا نانا واني باشا بلاي أو دو ديروا تحنانا لبر أوجي لبر أوجو أو بري وجد شوق كواهان، يعني وخوة ديارة ما بحث لبي خلاقي لوانان دك الله أعلم وادر دك يعني زايدا أو يتدايا. جاء مدلة وهو أرجح الوجهين في الآية في قراءة غير أبي عاملين، قل العفو بالنسب أي ينفقون العفو. هادي قد كان باشا أرجح دا معنا راجحة ارزم لە خۆم ئەوەی کە بە ڕەفەق خوێندێتەوە و کتمان ئەرزم کردن ئەبوو عەمرە و لە ڕیوایەتێکی ابن کەسیری شەوە هاتوو، بەڵام بە زۆری لە ئەبوو عەمرە و واز نەقڵە. ضەمیری هوە ئەچێتەوە بۆ ئەوە کەما مبتەدا بێ، ئەرزم لای خۆم کەم وەزا ئیسمی مەوسوولە بێت. باشە ئەوەی باسمان کرد جا وەهوە ئەمە وەهوە دقەت فەرمون عرض برای خۆمەکەم ئەوەی وهوی سەرەوە دەڵم وهو ئەرجح لوتنی ئەو هوی سەرەوە کەما مبتەدا بێ و زا مەوسوولە بێ ئەوە ئەرجح لوتنی ئەمان بەڵام ئەم هوەیان هەر ئەو شێوە دەبێت، یانی ئەوە کە ما لەگەڵ زادا مرەکەبی وەک ئیسم بێ ئەبەو شێوە لەو دووەچەکە ئەمە وەچی ڕاجیحە. باشە عرض برای خۆمەکەم لە خزمەتتان دا عرض کەم لەم ئاتەدا، بەڵام لە قراءەتی غەیری ئەبو عەمردا کە خوێندوویان تۆ قولی لە عەفوە. ئەرێ ئەرێ ئەرێ
دقيق باشا اوش او ام اما راجحه لو يسر ودا العفو دا راجح او بو ك او وخندري برفع او خندري بلا لما عندك نسبه راجح او يا كما ذا اها او يا بحثك لما عند الراجح او يا كما ذا تبي اسمي صفام بيت جنابي دفرمي ابو حيان دل العفو لقراءه جمهور دا منصوبه فعلك مقدر كأو ينفقون النوع تفسيري كاتولا وخدا يعني آوايا تنفقون العفو جادل وقت آوايا بأصل آوايا كما ذا بلي هموي استفهام بيت بالتقدير أي شيء أي شيء ينفقون آوا وجواب كيف نسبة يبوي متابقي جواب سؤال متابقي يبين أوش أو بلان وشاكيك آوايا كما استفهامي بي لقراءة نسبة كجدا موصولة بالزاكا أرزي بلاي خومكم مبتدا بماكا زا موصولة بخبرك إتو كاتا مطابقة رونادا لبواري لفظوا لبواري لفظ معنا بلكو لباري معنا ولا وقيد باشا جاء اللوي بيجدا أقب رفا دخل دعنا الراجح أو بو ما موصولة بزا اسمي صفهم زا ما اسمي صفهم بزا موصولة بيت لما عند قراتي غير أبو عمر كقول الأفوهات وبنسبة أما أرجح لو دو وشدا لو دا وأرجح كتيا أو ماذا منصوب به محل نسب يابد وتقرأ اسمي استفهام بيت إتر أو كاتا مطابقة كدك لله كده يعني آوايا يسألونك ماذا ينفقون يسألونك يعني أي شيء ينفقونه قل الأفو يعني ينفقون العفو طب يا تنفقون العفو أبوش أو لبدا جملة جوابك لقل جملة برسيارك حدوشان فعلية بون مطابق يبون أو حال وسك لا من نزيكي أسرينا حزم لي بتوزيش كبرين والله من يدا دوستين ودين كوتاي وهم لاعتان بخوي مزندس فيهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.